ينضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي دكتور أحمد رفيق عوض. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا، أهلا بك دكتور. أفارت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال ينتظر قرارا من الحكومة الإسرائيلية لجعل المواجهة مع حزب الله في لبنان ساحة لحرب رئيسية تشمل عملية برية، وتحويل الحرب على قطاع غزة إلى ساحة معارك ثانوية بحسب الوصف الإسرائيلي. كيف تنظر لهذه التصريحات؟ هل تعتقد أن إسرائيل أخذت قرارها باتجاه عملية عسكرية برية في جنوب لبنان؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك للأسباب التالية. السبب الأول أنه أمريكا لا تريد ذلك. أمريكا تريد أن تبقى الهيئة الصراع في المنطقة أو الحرب على الفلسطينيين محصور بالفلسطينيين، ولا تريد أن توسع الصراع، ولا تريد أنه، لأنه أي ضرب للبنان عمليا إيران تتدخل، وبالتالي هذا سيفتح باب يعني حرب إقليمية. أمريكا لا تريد، هذا أول سبب. السبب الثاني هو أنه أيضا الجيش الإسرائيلي جيش الآن منهك ومتعب وينقص الكثير من الأمور بما فيها الموارد البشرية، يعني هو بده يعني بنشر قاعد إعلانات من أجل تجنيد متطوعين، وبده المحاربين أو المتدينين يتدخلوا بالجيش لأنه في نقص حقيقي، بالإضافة إلى نقص العتاد والذخائر، وبالإضافة والأهم من كل ذلك أنه بعد 8 أشهر 9 أشهر عمليا الاحتلال هذا لم يكن من قبل، هذا حرب لم تكن من قبل، وبالتالي هو أنهك تماما. وإذا يعني غزة أرهقته بهذه الطريقة وهي أرض محصورة ومكشرة كالبرتقالة كما يقال، فكيف تروح على لبنان وهي أرض مفتوحة وفيها ذخر استراتيجي وفي تواصل، وفي تواصل جغرافي أقصد. يعني المسألة الثالثة والمهمة أنه إسرائيل عمليا إذا عملت حرب على لبنان فبتعرف هي أنه راح تخسر كثيرا. نعم. يعني راح يتم تدمير بني تحتية هائلي بالإضافة للضحايا كثيرين. نعم دكتور، ولكن هناك بعض المؤشرات، يعني منها إعلان إذاعة جيش الاحتلال أن الحكومة الإسرائيلية تسمح باستدعاء 50,000 جندي احتياط إضافة لاستعداد للتصعيد في جبهة لبنان كما أعلنت. كما قالت القناة 14 الإسرائيلية أن التقدير في إسرائيل هو أن حربا مع حزب الله قد تندلع في الأسابيع المقبلة. في ظل هذا التحليل دكتور، تحليلك أنه أنت تستبعد هذا الموضوع، لماذا تنشر هذه الصحافة الإسرائيلية هكذا أخبار؟ هل هو نوع من مثلا حرب الدعاية الإعلامية؟ ما رأيك بذلك؟ شوف نزار، أنا يعني ما قلته ما حللته هو أنه لا أستبعد ذلك بسبب الوقائع، لكن هل سيكون لك خطأ في الحسابات؟ هل سيكون لك ربما يكون مغامرة؟ هل سيكون ممكن يكون في غلط في الحسابات؟ طبعا، لكن أنا ما أدعي أيضا بناء على ما ذكرته في إجابتي الأولى أنه ممكن جدا أنه الحرب أو المواجهة بين حزب الله وبين إسرائيل تتسع قليلا، يعني بس تحت الظروف، تحت السيطرة، يعني حرب محسوبة. نعم. 40 كيلو صار 50 كيلو الضرب المتبادل، 50 كيلو ممكن يكون 100 كيلو، يعني صار الضرب لبيروت. نعم. ممكن، إذا بالتالي ممكن جدا أنه إسرائيل ترفع التصعيد وحزب الله يرفع التصعيد، ولكن كما قلت لك إيران وأمريكا واضح أنهم لا يرغبان بالتصعيد، وهذا الكلام على فكرة يعني قيل انه الامريكا وايران لا يرغبان في التصعيد، لكن كما قلت لك ممكن جدا انه اسرائيل رغبه منها باشتعال الحرب، رغبه منها بحرف الانظار عما يجري في قطاع غزه. نعم. ممكن ترفع سخونه المواجهه ولكن لن تنزلق الى حرب، حسب على الاقل هذا رايي. وهذا ايضا يدعم الواقع الداخلي في اسرائيل، يعني يشوب الكثير من الاشكالات والخلافات الداخليه. على سبيل المثال لابيد شكل جبهة لإسقاط الحكومة، حكومة نتنياهو، بالتعاون مع ليبرمان وساعر وغيرهم. في ظل هذه الأجواء قد يبدو من الصعب التوجه إلى حرب واسعة ومعركة برية جديدة، هل تتفق مع ذلك أيضا؟ أنا أتفق مع ذلك تماما. أنا أميل أصلا إلى أنه لو أنه الظروف عادية، لو أنه ليس هناك حرب في قطاع غزة كان إسرائيل ضربت لبنان من زمان، لكن الحرب اللي في غزة حرب أرهقت الجيش الاحتلال وكشفت عيوبه وكشفت عيوب المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي حرب في لبنان يعني خسارة مدوية. تعالوا نروح وياك لفكرة أخرى.
هل ممكن جدا انه القادة الاسرائيليين الحاليين اللي هو سموتريتش وبن غفير وهذول الناس اللي يعني اللي ما لهم مش خبرات وشعبويين وسطحيين هل ممكن يغلطوا ويعملوا حرب على لبنان؟ ممكن يغلطوا، يعني ممكن هذا يمكن غلط المميت او الغلط التاريخي تبع اسرائيل، بمعنى تفتح جبهتين ويجروا لها جبهات اخرى ويصير حرب كبيره واسرائيل كما يقولون تبدا العد التنازلي لاحتلال على الاقل. ممكن هو كيف الناس تغلط، كيف الجيش او الجيوش تخسر، كيف القاده بيجروا دولتهم او كيانهم للخسارات بالاحتلال، هذا الغلط بالسطحيه وبالرعونه وبعدم النضج وعدم الحسابات. ممكن no. ممكن جدا، فممكن يكون يعني بس لبيد ساعر وليبرمان يطرحوا بديل عن هذول الناس، عن الوزراء هذول اللي رأسهم حامي، ممكن يقدموا رؤية أنضج من رؤية سموتريتش وبن غفير ممكن. لكن مرة أخرى، مين قال إنه إسرائيل دائما ناضجة وعاكلة ومعتدلة؟ مين قال؟ ولا مرة. إسرائيل أقول لك إسرائيل مش شايف حدا أصلا، لا شايف العالم ولا شايف الجنائية الدولية ولا العدل الدولي العالمي ولا بايدن ولا شايف أحدا. فممكن جدا أنهم يروحوا يضربوا لبنان ويقول لك ضربة يعني سريعة وخلص، ومناسين أنه حزب الله عمليا هو قائد الساحات كلها الآن، يعني أوكل عليه قيادة الساحات كلها، وممكن جدا أنه حزب الله يرد رد مش طبيعي ومش محسوب وبالتالي يجر إسرائيل لا ورطة أخرى غير ورطة غزة. نعم، التحالف اللي شكله لبيد من أجل إسقاط حكومة نتنياهو بالتعاون مع ليبرمان وساعر وغيرهم، هل تعتقد أن هذه المساعي ستنجح في إسقاط حكومة نتنياهو؟ يعني حتى اللحظة نتنياهو يتمتع ب 64 صوت في الكنيست. المعارضة هذه المعارضة لم تستطع أنه تقدم شخص كاريزماتي مقبول للجمهور. هذه المعارضة فيها مشاكل برضو، الجمهور الإسرائيلي مقسم مش شارع واحد، عدة شوارع، وبالتالي لحتى اللحظة من 8 أشهر حتى اللحظة لم تستطع المظاهرات ولا المعارضة أن تسقط نتنياهو، لأنه أيضا نتنياهو مدعوم من عنده شارع كبير وعنده تكتل قوي بدوش يسقط الحكومة. يعني حتى تهديدات بن غفير وسموتريتش بحال الحكومة هذا كلام فارغ، لأنهم عمليا إذا طلعوا من الحكومة ما برجعوش أولا، ثانيا بيفقدوا تأثيرهم على صنع القرار، وهذول الناس يعني أصلا كل عمرهم مشان يصيروا لهم قرار في المجتمع الإسرائيلي، لأنه بس يفوتوا الحكومة عندهم ميزانيات قادرين على تمرير حتى برامجهم السياسية، وبالتالي يعني تهديدهم بالانسحاب من الحكومة هذا الابتزاز نتنياهو مشان يعطيهم أكثر وأكثر. لهذا السبب المعارضة والشارع الإسرائيلي حتى اللحظة لم يستطع أن يكون قادر على إسقاط حكومة نتنياهو، إلا إذا حكومة نتنياهو نفسها أفلست وشافت أنه بتجر إسرائيل لدمار أكثر وأكثر وهي تحل حالها، أو أنه ممكن جدا الشارع الإسرائيلي يكبر، يعني المعارضة تكبر وتكبر أكثر فأكثر وتشل الحياة العامة وبالتالي تسقط حكومة نتنياهو. أما المعارضة الثلاثي هذا ثلاثي يعني في عنده مشاكل أصلا، يعني هم مش متفقين على كثير شغلات وما عندهم الشخصية يقدموها للجمهور بحيث أنه يسيطر على الجمهور لحد الآن. نعم دكتور، لو عدنا إلى قطاع غزة مرة أخرى، عرض الرئيس الأمريكي كما تعلم جو بايدن مقترحا لصفقة في غزة على أنه إسرائيلي، وحثت الولايات المتحدة في الوقت ذاته إسرائيل على قبول المقترح وردت الأخيرة بتصريحات متضاربة في الموضوع ولم تعلن بعد قبولها بالاتفاق المطروح. ما الذي يجري دكتور في ظل هذا التضارب الموجود؟ حماس عمليا فهمتنا اللي بيصير. حماس بتقول شو بتقول حماس؟ بتقول انه ما قالوا بايدن علنا لا يشبه الورقة التي قدمت اليهم كمقترح اسرائيلي، هناك فرق بين الامرين تماما، وبالتالي سنصدق ما قاله نتنياهو انه بايدن ما قاله بايدن ناقص ومش صح ومش دقيق. ليه؟ الورقة التي قدمت لحماس رسميا لا تختلف كثيرا عن مقترح بايدن العلني، بمعنى ليس هناك وقف اطلاق النار دائم وليس هناك انسحاب دائم وليس هناك ترابط بين المراحل الثلاث على عكس ما قالوا بايدن في خطابه. ذلك حماس بتقول لك انا لا اتفق، لا يمكنني ان اوافق على مقترح من هذا النوع، ليس فيه وقف اطلاق نار دائم وليس فيه انسحاب
دائم وليس فيه تبادل إطلاق سراح أسرى بشكل جيد، لأنه حماس بتقول أنه كل ما تريد إسرائيل هو تطبيق المرحلة الأولى، تأخذ الأسرى من إياهم وتعود للحرب. بالتالي يا صديقي المسألة صعبة، بمعنى أنه بايدن أسرع بإطلاق اقتراح ادعى أنه إسرائيلي، طلعت إسرائيل مش هيك بدها، وأنه بايدن هذا فهمه للمسألة. إذا بالتالي هل ما قاله بايدن كان يقصد فيه إحراج نتنياهو أو تفكيك حكومة نتنياهو، أو أنه هذا فهمه الخاص، أو أنه هذا اتفاق مع بعض أطراف الحكومة الإسرائيلية مش كلها، يعني صاينه يعني هذا المشهد يدعو إلى الاستغراب والدهشة بشكل كبير جدا جدا. على كل ما قالته حماس طبعا ما قالته بشكل علني أنه هي تقول أنه ما قاله بايدن مختلف عن الورقة التي قدمت للحركة، وبالتالي الحركة الآن تتمنى من القول نعم بهذا المقترح. وهل تعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه صفقة قريبة أم أن الأمور ما زالت بعيدة عن هذا الموضوع؟ يعني هذا بلينكن يأتي هذا الأسبوع ليزور المنطقة للمرة السابعة تقريبا، سابعة أو السابعة مش عارف، وممكن يقدم بشيء كله يعني يحاول يجسر المواقف، لأنه موقف حماس وغموض موقف إسرائيل وتراجع الوسطاء أو ضعفه إذا بدك، كل ذلك يجعل بالصورة سيئة جدا ورديئة. الآن بمجيء بلينكن هل ممكن أن يضغط على طرف الأطراف؟ هل ممكن يقدم حاجة؟ هل ممكن أنه تزيد التحديات أو حدة الحرب مثلا؟ أنه في حدا من الأطراف ينكسر أو ينضغط عليه بحيث أنه يقبل؟ يعني إحنا الآن التفاوض بالنار يا نزار، الآن التفاوض بالنار في قطاع غزة، ترى حدة الضغط العسكري المجرم، وأيضا حدة الردود المقاومة وهي ردود يعني فعالة، وبالتالي نحن بانتظار ما يفرز الميدان. نعم، الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي دكتور أحمد رفيق عوض، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتحليلات. شكرا شكرا شكرا.